مباشرة بعد استقبال صاحب الجلالة الله ينصره وتعيني كرئيس للحكومة وكلفني وشرفني باش نتكلف يعني بتشكيل الحكومة، بدينا واحد العدد ديال المشاورات هذا الأسبوع اللي كتنتهي اليوم في الدورة الأولى ديالها، واللي يعني أولا فريق حزب العدالة والتنمية في شخصية سعد الدين العثماني اعتذر، وكذلك اليوم السيدة الأمينة العامة نبيلة حتى هي اعتذرت وبلغتني بأنه إن شاء الله غادي تكون في يعني في المعارضة. قمنا خلال هاد يعني الحوارات اللي كاين اللي كانت مع السادة قادة الأحزاب السياسية، وكانت يعني حوارات جد مهمة ومثمرة، واللي كل واحد أعطى التصور ديالو التقدير ديالو بالنسبة لهذه المرحلة. اللي نبغي نشير ليه إن شاء الله بأنه ابتداء من الآن غادي يكون يعني كذلك مشاورات يعني منتظمة، اللي غادي إن شاء الله باش نحاولوا باش نتوصلوا باش تبدأ تبان يعني الملامح، كنقلب عليها تبدأ تبان الملامح إن شاء الله ديال الأغلبية خلال أسبوع المقبل إن شاء الله. دونك بلي غادي نوصلوا الأسبوع المقبل وتكون الملامح ظاهرة، احنا غادي نستدعوا الصحافه ان شاء الله باش نعلنوا على اشنو هي الاغلبيه. شكرا لكم للمتابعه والاهميه اللي عطيتوا للمواطنين باش تعلموه بهاد المشاورات اللي كاينين، والى اللقاء نتمنى على الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.